وأنا بقول كده يمكن مقدمات الأزمة الكبيرة اللي احنا عشناها بقالنا أكتر من 4 سنين دلوقتي، كورونا وبعدين الحرب وبعدين الحرب، كورونا سنتين والحرب الروسية دخلها على السنة الثالثة، ثم الشهر الخامس خلص بتاع غزة بكل ما تعنيه، يعني هذا الأمر من تهديد وتحدي كبير جدا لينا كمصريين وحتى لمنطقتنا كمان. بقول كده لأن الظروف اللي فاتت والضغط اللي تحمله المصريين خلال الـ4 سنين واللي زاد يمكن في السنة الأخرانية أكتر، والأسعار زادت أكتر. طب هل أنا بقول الكلام دوت عشان يعني أطيب الخواطر أو يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا أكتر، ولا يبذلوا جهد أكبر، ولا عشان يخلوا من بالهم من بلدهم أكتر، ولا إيه؟ أقدر أقول لكم بصراحة كل حاجة. إحنا 106 مليون وعندنا عدد كبير قوي، أنا قلته قبل كده 9 مليون موجودين معنا هنا،